تعالوا نروح لتقرير عن مباراة الأهلي ومصر للتأمين في كرة السلة سيدات، وترجعوا لنا نستقبل نجمين كبار، نجمين لسه كسبانين، المدير الفني ورئيس الجهاز كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة رجال، وكابتن أحمد الجرحي مدير فني 16 سنة ناشئين في نادي الأهلي والفوز بدوري المرتبط. أهم حاجة في الحوار هنتكلم على كل إيجاباته وهنتكلم على كل السلبيات من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الجماهير. هتروحوا التقرير وترجعوا لنا مرة تانية. المباراة النهاردة مباراة يعني ملخصة كده هجوميا كويس، 92 بوينتس ده حاجة كويسة، معدل كويس بالنسبة للبنات أو معدلنا يعني على أرضنا. الجيم اللي فات برضو كنا جايبين 96 بونت مع الصيد، لكن دفاعيا مش مبسوط، 72 بونت كتير علينا في الأربع كوارتر. برضو كالعادة يعني حاسين إن احنا نكسب في أي وقت، الناس ما بتدافعش في السيستم اللي متعودين عليه، البريشر مش عالي، الريتم الجيم وتيمبو الجيم مش على الوضع المطلوب او المناسب، فبالتالي اللي بنسمح ان الناس تاخد اوبن شوت او بتجري علينا في الفاست بريك، فده اللي جه خلاها 72 بونت. لكن عندنا حاجات ايجابيه زي حبيبه محمد مواليد 2002 من 18 سنه اول سنه 18، ملك هشام 2002 اول سنه 18، النهارده بحييهم قدوا بشكل كويس دفاعيا، دفعوا كويس وظهروا بشكل كويس، ده اهم من المكسب. المباراه هو مكسب البنتين الصغيرين، احنا فرقه بندافع، احنا عندنا اجريسيف ديفنس لازم نصر عليه ولازم نبقى هو ده رتمنا، هو ده في كل الجيمات، مش شرط ان ادافع في المباريات الفاصله او الحاسمه بس، لا احنا عايزين ندافع في كل المباريات سواء فول كورت او هاف كورت او بنرجع في الزون، لازم يعني يتعودوا البنات شويه بشويه ان شاء الله يتعودوا ان هم نحترم كل الفرق ونحترم شغلنا الاخر الدوري، هو ده اللي انا بطلبه منهم، لازم نادي بنفس القوه ونفس الريتم طول المباريات، ما ينفعش مباراه ناديها بشكل دفاعي كويس جدا ومباراه نريح فيها فممكن نتخطف او يعني السكور يقرب بعد كده، فمش بحب كده يعني، بحب ان هم يلعبوا على طول بريتم ويحترموا الفرق المنافسه. كان عندنا اصابات، غياب هاله وغياب رنا عبد الظاهر وغياب جنه وهيبه، عندنا اربع لعيبه مهمين ومؤثرين غايبين، فالحمد لله هم في مرحله التاهيل دلوقتي، في ال 25 يوم دول هنرجع ناهلهم، بالاضافه الى البنات في عندنا ست لاعبات منضمين للمنتخب لمعسكر منتخب مصر، ففي باقي اللعيبه مع الاثنين بتوع 13 سنه هنرجع تاني نعمل فتره اعداد صغيره ان شاء الله عشان الناس تبقى ماشيه متوازيين، بتوع المنتخب يكونوا بيتمرنوا والفرقه هنا ان شاء الله تكون جاهزه على نفس الليفل او نفس الريتم، فنبتدي نرجع تاني نخش الجيم وحدتين او ثلاثه في الاسبوع اللي بيها بدنيا نقدر نعمل، مع بالاضافه اللي هنعمل في خلال 25 يوم ثلاث مباريات وديه ان شاء الله. الحمد لله فرقه مصر التامين فرقه كويسه، بس احنا عملنا جيم كويس، كان ممكن السكور يطلع اكتر من كده بس يعني الحمد لله. هنبص بقى ان شاء الله للماتشات الجايه، في ماتشات كتير، عندها شمس ان شاء الله، عندها سموحه، سبورتنج، دول هيبقوا مهمين جدا ان شاء الله في الدوري. يعني هو 72 بوينت كتير، احنا دايما كابتن ايهاب بيبقى عايز الفرقه اللي قدامنا تجيب سكور اقل، بس الغلطات دي كلها تتصلح في ماتشات ان شاء الله المهمه اللي بعد كده. الاسبوع اللي فات كله كان تمارين، اهم تعليماته ان احنا دايما كابتن ايهاب مش بيتكلم خالص على الاوفنس، بيتكلم ان احنا لازم نعمل ديفنس عشان نعرف نكسب اي فرقه. طبعا ده شرف كبير قوي، انا بقى في نادي الاهلي وكمان متصاعده وانزل الماتش ده، طبعا الماتش ده حاجه برده مهمه قوي لينا عشان انا رايح 20 يوم، فكنا عايزين نختم الماتش ده كويس. كابتن ايهاب هو يعني كان بيساعدني ان انا اتمرن معاهم وينزلني، وكان بيديني ثقه وكده، يقول لي العبي من غير ما تخافي والعبي بثقه وكانك واحده منهم وان انت مش اوحش من اي حد. ممكن يكون عدم تركيز شويه مننا، ممكن يكون برده يعني ما اديناش الماتش مثلا حقه اكتر، الناس مش جايه مركزه، برده عارفين امتحانات دلوقتي كده، بس يعني احنا حاسين ان احنا قصرنا في الماتش ده، والمفروض ان هو كان يبقى تارجت اقل من كده، بس الحمد لله كان عندنا تارجت ان تبقى هم يجيبوا اقل واحنا طبعا نوصل لاكثر من كده، بس يعني الحمد لله. طبعا احنا استعدينا، طبعا احنا بنتمرن من الماتش اللي فات، ما خدناش تقريبا اجازه. طبعا التعليمات اهم حاجه، الديفنس، نشوف بعض، الفاست بريك، نشوف نسبتنا لازم تعلى عشان احنا على ملعبنا، يعني في كانت في تعليمات كتير في الاجتماع كمان قبل الماتش.
هو احنا يعني لحد دلوقتي لسه مش عارفين، لان طبعا في منتخب، فاحنا لسه مش عارفين مين هيروح المنتخب ومين هيقعد. بس طبعا لو كابتن هيبقى قال لنا ان يعني حتى اللي هيتبقى هنا اول هيروح المنتخب يبقى في فتره اعداد جامده كاننا بنبتدي السيزون من الاول وجديد.